خلينا نخش على اخبارنا، وزي ما تعودنا اخبارنا بتبقى في البدايه كره اليد. منتخب كره اليد كان عامل اعداد جيد احسن من بطوله العالم عشان اولمبياد طوكيو القادمه. لعبوا 5 ماتشات، الثلاثي بتاعنا ثلاثي النادي الاهلي عملوا اداء كويس جدا خلال المباريات الوديه 5، وانتم عارفين طبعا المنتخب بقياده الاسباني روبرتو جارسيا باروندو، وفي 3 لاعبين محمد عصام الطيار، ابراهيم المصري، احمد عادل من النادي الاهلي مشاركين في التشكيله النهائيه اللي رايحه مع المنتخب. لعبنا 5 ماتشات، لعبنا كرواتيا وكسبناها فرق 3 اهداف 31-28، لعبنا اسبانيا وفرق 1 خسرنا 30-29، وفرنسا برضو بنفس النتيجه خسرنا بفرق هدف 1 31-30، بعد كده كسبنا البرازيل 32-25، وبعد كده اخر مباراه خسرنا من المانيا 29-27 فرق 2 هدف. المنتخب عمل اعداد جيد، 5 مباريات لو خدتوا بالكم متدرجين المستوى، كسبنا ماتش خسرنا ماتشين، حتى الماتشات الثلاثه اللي خسرناهم كانت النتيجه قريبه جدا جدا جدا. نامل في المنتخب ياخد ميداليه؟ اه نقدر ناخد ميداليه طبعا، هو حلم، هو اكتر فريق جماعي في مصر قريب ان ياخد ميداليه في الاولمبياد. نتمنى ان يبقى اول فريق جماعي في التاريخ المصري ياخد ميداليه اولمبيه، زي ما هم عودونا دايما ابدا بيكونوا ارقام كره اليد المنتخب ودايما بيبقى في الصداره. نتمنى طبعا ان هم يتوج مجهودهم في السنه دي، خاصه في بطوله العالم كنا ممكن نوصل المربع ولكن خسرنا بعد طبعا ضربات جزاء ترجيحيه. انما في النهايه هي رياضه، بس النادي او المنتخب مصر كره اليد يستطيع بشكل كبير جدا انه يقدر ياخد ميداليه. كل التوفيق طبعا للمنتخب.